أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر العديد من الفرص الاستثمارية في محطتي الانطلاق والوصول بمشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية بمحافظة عجلون، وتشمل الفرص إنشاء عددا من المطاعم السياحية والمقاهي بالإضافة إلى عروض لتأجير محلات تجارية للتجهيز والتشغيل. تفاصيل أكثر حول هذه الفرص نناقشها مع المديرة العامة للمناطق التنموية المهندسة أروى الإحياري معنا من السلط. أهلا وسهلا بك مهندسة أروى. إذن طرح عطاءات الآن، ما هي حيثيات هذه الطروحات وما هي طبيعة الشروط المقدمة للمتقدمين؟ نعم، مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. قمنا اليوم بطرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في تلفريك عجلون كما هو واضح من الإعلانات الصادرة عنا في محطتي الانطلاق والوصول. وهذه الفرص الاستثمارية تشمل على مطعم سياحي في محطة الانطلاق ومقهى في محطة الانطلاق وأيضا مطعم آخر سياحي كفرصة استثمارية في محطة الوصول المحاذي لقلعة عجلون. ولدينا أيضا العديد من المحلات التجارية المتاحة أيضا للاستثمار لكافة شرائح المستثمرين. طبيعة الاستثمار في هذه الفرص الاستثمارية مطروحة على أساس مبدأ الاستئجار للمساحات القائمة والتراسات المرتبطة بها وتجهيزها واستثمارها وتشغيلها كمطاعم سياحية وفقا للأنظمة المعمول بها، وذلك من خلال يعني شركات مطاعم لديها خبرة وتملك علامات تجارية محلية مشهورة أو لديها شراكات مع وكالات عالمية وبما لا يقل عن خبرة، يعني نأمل أن لا تقل عن 10 سنوات لهذه النوع من الاستثمارات، وذلك لأننا نأمل أن ترقى هذه الفرص الاستثمارية إلى المستوى المأمول الذي ينسجم مع أهمية مشروع التلفريك الاستراتيجي الهام لمحافظة عجلون بشكل خاص وللمملكة بشكل عام، وبما يمكن من توفير خدمة نوعية لكافة شرائح الزوار من الأردنيين والعرب والأجانب وبأسعار وخيارات بمتناول الجميع. وأيضا لدينا محلات تجارية متاحة، طبيعة النشاط التجاري فيها هو البيع بالتجزئة للتحف الشرقية والمجوهرات والهدايا ومنتجات الحرف المهنية أو المنتجات الطبيعية، وكذلك سنتيح أيضا إمكانية تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية يعني خدمة زوار الموقع. وأرغب هنا في التأكيد على دعوة كافة شرائح المستثمرين من الأردنيين والعرب والأجانب أو الأردنيين المغتربين في الخارج لإقامة شراكات استراتيجية مع كافة شرائح المستثمرين المهتمين للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تلفريك عجلون. ولا بد أيضا من التنويه إلى أنه قد بدأ طرح الإعلانات لهذه الفرص الاستثمارية اليوم، وهي متوفرة لغاية 25/7/2022 يعني يوم الاثنين القادم. وأيضا سيتم ترتيب زيارات للموقع تاريخ 26/7 أي يوم الثلاثاء القادم، ونحن بانتظار استقبال العروض للمستثمرين المهتمين يوم الاثنين الموافق 1/8/2022. وسيتم أيضا استقبال هذه الطلبات لغاية الساعة 1 ظهرا، وبعدها سنقوم بفتح عروض الفرص الاستثمارية بحضور شخص مفوض عن كل جهة متقدمة للاستثمار. نعم، بحسب ما هو معلن فهناك تأخر في تشغيل التلفريك، فهل من لربما هناك أسباب واضحة لذلك خاصة وأن فرص الاستثمارية تم طرح عطاءاتها الآن؟ نعم، لا بد من الإشارة والتأكيد لأنه قد تم بدء العمل في مشروع التلفريك في أيار الماضي، ومنذ تاريخ 23/5/2021 العمل جاري على قدم وساق يعني طوال الوقت على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الريادي الهام، إلا أن هناك بعض المبررات الاستثنائية لهذا النوع من المشاريع الخارجة عن إرادة المجموعة قد أثرت على يعني تمديد فترة إنجاز المشروع قليلا، أهمها كان التأخر في عمليات الشحن الدولي وتبعاته الزمنية، وهذا أثر على تأخير المواد الخاصة ببعض أعمال منظومة التلفريك من النمسا. وأيضا يعني لابد من الإشارة إلى أن إلى أثر الاضطرابات الدولية وما نتج عنها أيضا من تقلبات في أسعار المواد الأولية وتكاليف الإنتاج
والتأمين، وبالتالي التأخر في عمليات الشحن الدولي، ومن ثم توريد بعض المواد الأولية لموقع المشروع، يعني من بلد المنشأ إلى ميناء العقبة ومن ثم إلى موقع المشروع في منطقة أسطوان التنموية في محافظة عجلون. ولابد في هذا السياق أيضا من الإشارة إلى تأثرنا بالظروف، تأثر هذا المشروع بالظروف الجوية السائدة في المنطقة خصوصا في فصل الشتاء، وهذا أدى إلى تأخير بعض أعمال تنفيذ المشروع لصعوبة تنفيذ الأعمال في الظروف الماطرة في فصل الشتاء أو المثلجة أو شديدة البرودة في منطقة مثل منطقة أسطوان في عجلون. وهنا نحن يعني نتبع التعاميم والتمديدات الصادرة بموجب يعني وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهنا نتحدث نعم. على ما مجمله 60 يوم للعام 22، وهناك تضاف إليها 25 يوم من لعام 21، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 3 أشهر تمديد للبرنامج الزمني. ولكن إن شاء الله نحن نعمل على قدم وساق لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع إن شاء الله انتهاء كافة الأعمال بشقيها سواء. نعم، إذا نحن نتحدث هنا على مجموعة من المعيقات اللوجستية فقط. نعم. ولا نتحدث نعم. عن مشاكل أساسية، وبالتالي العمل مستمر الآن وضمن إطار زمني محدد للانتهاء. نعم بالتأكيد، وإن شاء الله نحن نتوقع يعني من الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل 1/11 هذا العام. نعم، كل التوفيق وشكرا جزيلا لك المهندسة أروى الحياري المديرة العامة للمناطق التنموية. ينضم إلينا من إرباد رئيس بلدية عجلون حمزة زغول. سيد حمزة، أهلا وسهلا بك. نتحدث بداية وقبل الخوض في بعض التفاصيل عن الإمكانيات والمقومات التي تملكها محافظة عجلون خاصة من الجانب السياحي. أهلا فيك ستي، مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين. عجلون رئة الأردن النابضة، عجلون جبل عجلون هي المعلم السياحي الأول في الأردن. الآن ما تمتلكه عجلون من مقومات سياحية تمتد من ناحية الأشجار ومن ناحية ينابيع المياه ومن ناحية المناطق الأثرية العريقة والتي تمتد منذ حضارات وحضارات، فهذا يحتاج إلى جهد كبير للاهتمام بعجلون من ناحية السياحة ومن ناحية الزراعة أيضا. نعم، إذا الآن كان أو ما زال هذا المشروع قائما، مشروع واعد بإنشاء تلفريك عجلون، الآن هناك تأخر في تدشين هذا المشروع وتأخر في التنفيذ كذلك، ولكن من جانب آخر تم أو سيتم العمل على طرح عطاءات استثمارية لنقطة الانطلاق والوصول، فما هي انعكاسات هذا التأخر لربما على المنطقة؟ الآن ستنا المشكلة مش بالتأخر، المشكلة الآن هو إرادة جلالة الملك لما أعلن التلفريك بعجلون وضع الحجر الأساسي له هو تنمية عجلون من ناحية السياحة. الآن أنا ما يهمني من مشروع التلفريك في عجلون كابن عجلون وكعمدة لعجلون أن يكون هناك أثر اقتصادي واضح على أهل عجلون. ما أعلنه جلالة الملك طول الله عمره بالنسبة لمشروع التلفريك هو أن يكون المقوم الأول، لأنه من لما أعلنت عجلون منطقة تنموية بال 2009 لحد الآن هذا أول مشروع يقام فيها. هذا المشروع يعتمد الكثير عليه في أهل عجلون من ناحية فرص تشغيلية ومن ناحية البنية التحتية لعجلون. لحد الآن وجود التلفريك موجود، العربات محطة الانطلاق ومحطة الوصول، لكن ما هو الأثر الإيجابي الاقتصادي على عجلون كمنطقة سياحية؟ الآن لحد الآن وجود فقط العربات، بنية تحتية معدومة إطلاقا من ناحية الشوارع، من ناحية الطرق المؤدية للتلفريك، من ناحية مرور السياح. أنا ما يهمني إقامة السائح في عجلون بقدر استخدامه للتلفريك، فهذا لحد الآن ما في شيء موجود على أرض الواقع. منطقة التلفريك من الصوان وحتى قلعة عجلون موجود محطة الانطلاق ومحطة الانطلاق ومحطة الوصول فقط بدون أي بنية تحتية. ما تحتاجه عجلون ومشروع التلفريك هو تنظيم البنية التحتية بشكل يليق بمشروع التلفريك، انطلاق المشاريع والفرص الاستثمارية من مطاعم وباركينج وسياح ومطاعم سياحية ومقاهي سياحية ونزل بيئي لمكوث السائح أكثر في عجلون، بما ينعكس إيجابا على عجلون وأهل عجلون. وأين تقع هذه المسؤولية في التنفيذ هنا سيد حمزة؟ هل نتحدث عن المناطق الحرة؟ هل نتحدث عن الشركات المنفذة مباشرة؟ أين تقع هذه المسؤولية في تخطيط هذا المشروع؟ ست المسؤولية لا يعني لا ينسحب أحد منها، المسؤولية على الجميع، سواء بداية من عندي كبلدية عجلون الكبرى وانطلاقا إلى وزارة الأشغال، انطلاقا لوزارة السياحة، انطلاقا للمناطق الحرة والشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
الجميع مسؤول، والنهج التشاركي هو الذي يأتي بالخير سواء للمحافظة عجلون أو للأردن بشكل عام. ما ينطبق على البلدية ينطبق على وزارة الأشغال، وما ينطبق على وزارة الأشغال ينطبق على كافة الوزارات المسؤولة عن عجلون كمنطقة سياحية. يعني الآن في مخطط شمولي شغالين عليه وزارة السياحة مع وزارة الأشغال مع البلديات، هذا أين تطبيقه على أرض الواقع؟ نحن لا نحتاج لملفات لكي ندرسها، ما نحتاجه هو دراسة الملفات ووضع الخطط وتنفيذها. ما ينقص عجلون الآن هو تنفيذ الخطط أو الرؤى الملكية التي جاءت، ما نحتاجه هو تنفيذها وإيجادها على أرض الواقع ليتسنى لنا كمحافظة عجلون أن نكون من ضمن الإقليم السياحي أو من ضمن الإقليم الزراعي. الآن منطقة تنموية يعني لا وجود للمصانع فيها، وهذا الشيء مما تعانيه عجلون من فقر وبطالة لا يغنينا منها إلا أن نكون هناك سياحة جاذبة وفتح باب الاستثمار للمستثمرين في عجلون. فتح باب الاستثمار يحتاج إلى وقوف جميع الوزارات على حد واحد من منطقة من محافظة عجلون لإيجاد عجلون على أرض الواقع بما تستحق عجلون. فعجلون تمتلك الكثير من المقومات، وما ينقصها هو تنفيذ الخطط التي نقترح ونقترح ونقترح ونناقش، وبالنهاية يأتي التأخير. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، ومسؤولية الحكومة أيضا بأن تدعم أي مشروع ناجح في عجلون من ناحية البنية التحتية. عندي واقع مفروض بعجلون بالنسبة للطرق، منطقة طبوغرافية صعبة، تضاريس صعبة، ما نحتاجه دعم حكومي للتوسعة ولإيجاد طرق بديلة ولإيجاد خدمة عامة من بنية تحتية لمحافظة عجلون لما تستحقه عجلون. نعم سيد حمزة، بذكر كل ذلك الآن والنقطة الجوهرية هنا العمل التشاركي الذي تفضلت بالإشارة إليه، هل تم الاجتماع بكم؟ هل كانت هناك مشاورات ليس فقط عند بدء التنفيذ لهذا المشروع حتى وإن كان قد تأخر الآن، هل كان هناك أي اجتماعات مناقشات تشاورات منذ المرحلة التخطيط وإلى بدء التنفيذ؟ تمام، كان يوجد اجتماعات ما بين وزارة السياحة وما بين البلدية كبلدية عجلون الكبرى وما بين وزارة الأشغال للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون بشكل عام. لكن الآن ما يخص التلفريك هو أن شركة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لحد الآن غير واضحة بأي تصريح، يعني متى سيعمل التلفريك، انطلاق التلفريك، متى سيتم البدء بالبنية التحتية لمشروع التلفريك، هذا لحد الآن لا يوجد معلومات واضحة. وأنا ما أحتاجه كبلدية عجلون أنه لازم نكون إحنا كبلدية بالصورة بشكل عام لما تحتاجه منطقة التلفريك من خدمات. لحد الآن مش واضح مثلا شو حصة البلدية من مشروع التلفريك، هل يوجد حصة من التذاكر لبلدية عجلون الكبرى لما تقدمه البلدية من خدمات مستقبلا في مرحلة بدء التلفريك وفي مرحلة شغل التلفريك، لأنه سيكون هناك خدمات واسعة تشملها البلدية المنطقتين، منطقة الانطلاق ومنطقة الوصول من ضمن حدود البلدية، وهذه تحتاج إلى خدمات عظمى للنهوض بعجلون من ناحية السياحة. لحد الآن الأمور أمور واضحة 100%، لا يوجد أمور واضحة، يعني لا يوجد موعد معين لافتتاح التلفريك، لا يوجد موعد معين للبدء بالبنية التحتية للتلفريك، وهذا ما ينقصنا الآن لنبدأ خطوة بخطوة مع الجميع. وأنا على استعداد تام كبلدية عجلون الكبرى بالنهج التشاركي مع أي جهة معينة أو مع أي وزارة للنهوض بعجلون. ما يهمنا هو انعكاس مشروع التلفريك كما جاء بالتوجيهات الملكية وإيجاد التلفريك لتكون عجلون منطقة سياحية بامتياز. نعم، الآن أمام كل ذلك ما هو التحرك الذي قد يكون من قبلكم، خاصة وأنه قبل قليل أو في الساعة الأولى من السادسة كان لنا حديث مع المهندسة أروى الحياري مدير عام المناطق الحرة وتحدثت عن أن هذا العمل أو هذا المشروع مستمر وسيتم الانتهاء بالعمل فيه في مطلع أكتوبر أو ربما مع نهاية هذا العام، فلابد للتحضير في ذلك، فهل تتوجهون لوزارة السياحة؟ كيف يمكن أخذ الخطوات المقبلة؟ توجهنا ستي وبدأنا بتنفيذ اللي هو توسعة للطريق، أو هي ليست توسعة إنما إيجاد الشارع على سعته المحددة من مثلث الفنادق في محافظة عجلون باتجاه القلعة، ويوجد طريق آخر بالتنسيق مع وزارة الأشغال ووزارة السياحة ممثل بمكتب عجلون مكتب السياحة في عجلون لبعض الطرق ولإنارة بعض الطرق. ولكن متى سيتم التنفيذ؟ سيتم التنفيذ إن شاء الله قريبا،
لكن الآن قلت لك ما نحتاجه أو ما يجب أن يكون بأن المهندس أروى اليوم اليوم أعلنوا عن طرح فرص استثمارية للمناطق حول التلفريك رقم في رقم القطعة 43 ورقم القطعة 36. الآن تجهيزات هذا يحتاج إلى وقت، وأنا الآن كعمدة عجلون قلت لك كمواطن من عجلون ما يهمني ليس موعد افتتاح التلفريك أو شغل التلفريك، نعم، وإنما التفاصيل، هو مدى انعكاس الأثر الاقتصادي. لا، ما يهمني انعكاس الأثر الاقتصادي على الداخل العجلوني. الآن كمان هل الطرق المؤدية للتلفريك ستمر من محافظة عجلون، ستمر من قرى عجلون؟ هذا ما يهمني انعكاسه على أرض الواقع. نعم، نتمنى أن تصل هذه الرسالة وأن تظهر هذه الأجوبة فيما يتعلق بما ذكرته السيد حمزة زغول رئيس بلدية عجلون، كنت معنا من إربد.